أيدت محكمة النقد أحكام أعدام 11 متهما في قضية مذبحة استاد بورسعيد. حكم المحكمة جاء خلال نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات. كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يونيو عام 2015 بإعدام 11 متهما وسجن المشدد لعشرة آخرين في اتهامهم بالقضية والتي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعا من جماهير النادي الأهلي في فبراير عام 2012.